تعرفنيش. كرتات مديريه التجاره لولايه سعيده وباشراف مباشر من السيد والي ولايه سعيده بتنظيم وجبه غداء لفائده اعوان الصحه والمقدر عددها ب 600 وجبه. نشكر مديريه التجاره على المبادره اللي قاموا بها بتوزيع اكثر من 500 وجبه غذائيه للعمال الصحه والمرضى. منا ان شاء الله تتعمم وتكون ماشي هذه البادره الاولى، وهذا يبين روح التضامن بين المواطنين الجزائريين بشتى بمختلف الاصناف. هذا معناتها ماشي تاجر خاطيه لوبيتال ولا حاجه، يقدم التاجر ذاك اليوم بيننا بالله يقدم روح التضامن مع الباسو. وبهذه المناسبة أوجه نيابة عن كل عمال وإطارة مدير التجارة بسعيدة أسمع عبارة الشكر والعرفان للأطقم الطبية العاملة عبر الوطن في مواجهة هذا الوباء.